وهلو هلو، اهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة رانا هوم. بفيديو اليوم في عنا خبر لإلكم انه نحنا رايحين لوين خلودة؟ سوريا. بدنا نروح على سوريا وبدنا نشوف اهلنا بعد غياب 7 سنين. 7 سنين انا ما شفت اهلي، زوجي ما شاف اهله خلودة ولا مرة، شاف ستو جايز. ومو بس هيك، انا هي اول مره اركب طياره بحياتي. اول مره خلودة بيركب طياره. شو بدنا نعمل بالطياره؟ والله يا ماما ما بعرف. كم ساعه بدنا نضل على الطياره؟ بدنا نقعد بالطياره خلودة يعني شي 5 ساعات. 5 hours. يا لطيف، 5 ساعات كتير، بس رح يكونوا احلى 5 ساعات رح اقضيهم بحياتي على الطياره. خلودة زير، شو نحن ما رح نقول لستك وجدك انه نازلين، بدنا نعمل لهم مفاجأة. عن جد ماما كيف بدنا نعملها؟ خلودة نحن رح ندق لهم ونقول لهم في واحد بده يجي يعطيكم اغراض، وهالواحد رح يكون نحن، ونقول لهم سربرايز. يا الهي فكرة كتير حماس ماما. نحن نازلين على سوريا ب10 الشهر، بس ما حخبر ماما بهذا الشيء لحلا، انه نازلين ب15 الشهر عشان انزل واعمل لها مفاجأة. فيلا هلا ندق لها انا وياكم سوا ونتفق معها على موعد اللي بدي اشوفها فيه. طبعا هي بدها تشوف على اساس حدا تاني، بس هي لحد تشوفني فيه. انا هلا لحدق لماما من موبايل جوزي وحاكيه منه لانه عم صور بموبايلي. حاطه ايدي على قلبي، بسم الله ان شاء الله يرن يكون في كهرباء. احلى شيء تكون نايمه هلا. الو. اي ماما كيفك، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. ليش عم بقيل على هذه؟ اني موبايلي حاطته بالشحن وهلا رجعنا، فقلت حاكيكي موبايل مضر. ماشي. شو بدي لك، امي حكيت مضر وقال لي على الزلمه بدي اشوفك يوم الاحد شي الساعه 3:30. طيب. بدي اعطيكي شويه اغراض لمضر، موصي عليهم عرفتي، ضروريات، وبدي احمل حاله ويسافر. هن كم غرض؟ الساعه 3:30. اي في جنبك جنينه السبكي مو ماما؟ ايه هنيك بشوفك، وهو بدق لك يوم الاحد، بس يعني هلا اكيد الساعه 3:30 يوم الاحد، وبدق لك هو بس يصير هنيك عرفتي، بس مشان تفضي حالك عم تقولي لي يوم الاحد، مدري عندك 100 قصه تطشي فيها. يلا مو مشكله، لا تقومي عندي اياكم اهم من الدنيا. اي بدي اعطيكي يلا ان شاء الله خير. يلا ماشي، ديروا بالكم على حالكم. ماشي. الله معك. مع السلامه. الله معك. السلام. يعني ما بعرف، وحياة الله ان شاء الله تزبط. حابة فاجأة يعني هيك، ما يكون اللقاء عادي، عرفت علي؟ جايز الساعة 6 الصبح وبدي ودع بيتنا الحلو، بدنا نروح شهر، بدنا نغيب عن بيتنا. باي يا بيتنا الحلو، باي. وهون حطينا اغراضنا بالشارع، عم نستنى الباص لنروح على المطار. ماما كتير برد، يا ترى بسوريا رح يكون الجو ادفى هنيك؟ اي خلودة الجو هنيك رح يكون ادفى اكيد، وهي الباص وصل ورح نحط الشناتي بقلب الباص ورح نقعد فيه ساعة لحتى نوصل على المطار. خلودة يقول باي. رحنا على المطار هلا. جايز نحنا هلا صرنا بقلب المطار، حبينا هيك نشرب قهوة وناكل كيكة قبل ما نركب الطيارة. تعالوا شوفوا هذا اللي بيمشي، هذا مثل آل هيك، درج متحرك، مو درج، هذا ممشى متحرك. وشوفوا هون جايز في طيارة هي ليكا عم تأقلع. دادي أنا وحدة طيارتنا. لك إيه ليكا، ليكا شفتها، هي طيارتنا جاي، شوفوش كبيرة وحلوة. واو. خلودة كل الوقت كان متحمس ومو مصدق امتى نركب الطيارة، وهذا الممر هلأ نحنا فايتين فيه لح ياخدنا لجوا الطيارة. واخيرا يا جايز وصلنا على تم وباب الطيارة، واخيرا لح شوفها من جوا كيف شكلها لح يكون. والله يا خلودة ان شاء الله من هون ورايح كتير بدنا نركب الطيارة وكتير بدنا نسافر، فجهز لي حالك خلودة. وهي خلودة قرر يقعد جنب الشباك مشان يشوف المناظر. جايز ما عم صدق انه هلا بدنا نطير. لك لكن خلودة يلا شوي تانية والطيارة رح تأقلع خلودة ورح نصير بالسما. جايز شوفوا في شباك بينفتح بتسكر، لك هو احلى. ماما تعالي صوري المناظر شوي. وشوفوا جايز كمان هون حاطين لنا بطانية مشان اذا بردنا نتغطى، وانا هلا حاليا حاسس حالي بردان وبدي اتغطى. معلش مامي. ماما وانتي افتحي لك وحده برد. يلا خلودة هلا بفتح وحده لإلي وحده لدادي كمان. حطي الطياره خلودة جاهز. لو
الطيارة رح تطير ويلا نطير على سوريا. واو سبحان الله، شوفوا جايز الكرة الأرضية من فوق شو صغيرة، شوفوا بريطانيا كيف طالع شكلها. يا الله ماما شوفي السيارات شو طالعة صغيرة، صوري لهم كل شي، كتير حلوة هالمناظر، يا ريتكم معي تشوفوا. لكي ماما شو طلع فيها بحيرات لبريطانيا، شايف خلودة شو حلوة، سبحان الله لسه هلأ شوي تانية ما بقى نشوف إلا غيوم، ولح نشوف الغطاء الخارجي تبع الكرة الأرضية. شوف خلودة، واو شي بيطير العقل. تعالوا شوفوا جايز، في هون درج تفتحوا بيصير مثل الصينية مشان نحط الأكل عليه. ماما أنت بدي تجيبونا الأكل، أنا كتير جحيت. يلا خلودة هلأ ليكن عم يفتلوا على الكراسي ويعطوا وجبات أكل. شو بدك خلودة، سمك ولا دجاج؟ سمك ماما، جاي عبالي سمك. شكرا، شوفوا شو عطوني جايز. ياي مامي تعالي افتحي لي اياها، مبينة كتير طيبة. خلودة لح افتح لك أول شي الوجبة الرئيسية، حاطي لك بقلبها سمك فيليه كتير طيبة. هات لنشوف نفتحها. شوف خلودة مع شوية خضرة كمان، حطي لك جبنة وبهذا الكيس. هلأ بتفتحها ويطلع لك شوكة وسكينة ومعلقة، وهون علبة مي حطي لنا. ماما شوفي حطي لي هون مثل السلطة، فيها جبنة وديرة وشغلات طيبة. هاي ماما الكيكة شكلها كتير لذيذ، صبري مي ماما بليز، حاسس حالي عطشت على المنظر. ماما يلا انتي كلي وانا لح اكل وجبتي. شوفوا جايز ماما طلبت دجاج مع رز، وشو هذا ماما وزعونا شوية مكسرات، الله يسلم ايديهم. لك الله يسلمك خلودة، خلودة قاعد بالطيارة مو مصدق، وبعدين بعد ما اكلنا قرر يحط السماعات ويتفرج على فيلم. هو نقاش، وهو هذا الفيلم يا ترى، هاتوا لنشوف. والله ما عرفت شو اختار. المهم بس بعد شوي بلش يبكي وصار في ضغط على أدانه، بس الحمد لله وقت بلش يبكي كنا قربنا نوصل، وكان باقي لنا بس 10 دقايق. أما نحن حالياً بأرض الوطن سوريا، رايحين هلأ محل ما وعدت ماما مشان نعمل لها المفاجأة. خالي وصلنا، هلأ رايحين نشوف تيتا ونعمل لها مفاجأة. أوكي أوكي، يلا جاهزين ننزل على الجنينة؟ يلا أوكي، يلا تعال ورانا. يلا امشي. وهون نحن صفينا السيارة بعيد شوي عن الجنينة، وحبينا نروح هيك نتمشى لحتى نوصل على الجنينة. الجو بيطير العقل، ما في برد ابدا، مستغرب العالم كيف حاسه بالشتاء. وهون الجنينه ملانه ومالي عارفانه كيف، بدي ادور على اهلي بدون ما يشوفوني. بس شوفوا جايز هون وانا عم دور لقيتهم، واخيرا كلياتهم جايين سوا، بابا وماما واختي. ماما تخبي منيح ورا الشجره، انا ليكني واقف وراكي انا ودادي، ديري بالك يشوفوكي ماما، حطي نظاراتك. يلا ماما انطلاق جايز، يلا نحن رايحين هلا نفاجئ جده وتيتا وخالته. انا يا جايز تلتت عشان ماما ما تعرفني، ويلا رايحين تعالوا يلا يلا روح روحي يلا اركضي. ايه روحي روحي يلا. كيفك كيفك خالته، كيفك عمو؟ تمام عرفتوني؟ يا عمري لك وين؟ هي انا بنتكم. يلا خالته الله يا حيره وار، كيف خالته شو اخبارك؟ عم تسكب فجاه. شو حلو المفاجاه، تمام. وهون بعد ما وصلنا على البيت بعتذر على التصوير السيء للقاء، بس ما عاد قدرت بدي اشوف اهلي ولا بدي اصور لكم، وان شاء الله بنصور لكم فيديوهات حلوه ونحن بسوريا، وبننقل لكم باي. وهي يلا باي، احنا صرنا بالبيت وبدنا هيك نريح، وبدنا نقول لكم باي باي جايز، اقترحوا علينا شغلات نصور لكم اياها. باي.